حبيبي مالك؟ ايه الدخل اللي جاتلك فجأة دي؟ دخل ايه؟ تينا قالت لي ان في دخل جاتلك كده فجأة، في ايه؟ هو أكيد اختبار، أكيد اختبار. اختبار إيه يا عمر؟ اختبار إيه اللي بتاخده ده؟ حباية كده مهدئ، يمكن أفوق شوية. بتاخد حباية مهدئ عشان تفوق؟ جرى إيه يا عمر؟ معلش يا حبيبتي، يمكن يكون أعصابي هي المشدودة. كفاية حباية واحدة، أحسن المهدئات دي مش كويسة. ولا الظاهر الرقاصة قلبت عليك كتير. رقاصة؟ رقاصتي أنا ما خدش بالي. هو في رقاصة تحت؟ أنت مش مركز بقى يا حبيبي. طب يلا بقى، أحسن شكلي بقى وحش قوي قدام الناس. وبابا بدأ يسأل. حاضر حاضر يا حبيبتي، وراكي على طول. ما تتأخرش. يلا حبيبتي وراكي وراكي. من المصايب ما بتهل بتهل بالجملة. والله انت قلبك ميت. انت جايبانا هنا في ليلة زي دي؟ اهدي شوية، ده انت هتشوف ليلة النهاردة ليلة من ألف ليلة وليلة. أهلا 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 يا عم حافظ. لا 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 يا عم حافظ كده أزعل عمو. إيه أنا عايز حافظ من غير حاف، من غير حاف قصدي من غير عمو. المهم خشوا في الموضوع. نخش يا أستاذ، ما نخشش ليه؟ نخش برجلينا اليمين كمان. يلا يا رايس. باليمين بالشمال، أنا الاتنين مغروزين في الواحد. يلا يا رايس. طول عمري بقول عليك تقيل. يا ودي يا تقيل. يا 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 مش قادر اصدق شكل الدكتور عمر مش طبيعي. عمر ايه ونيله ايه؟ شايفه بيعمل ايه يا اختي؟ دي ليله العمر، سيبيه زقطت بقى. يزقطت ايه؟ انا مش عارفه ايه لزوم الشرب اللي شربه ده، دي حاجه اخر زفت. ما كان ربنا تبعه. ايه يا ولد؟ حدرجة بدرجة، من كل علم درجة، من كل علم مدورة، ومن كل نفس معفرة بالفلفل والكزبرة. أشتتن أشتوت، أشتتن أشتوت، يا رب اللي يكرهك يطق يموت وياخد بالشلوت، إن كان حتى في بطن الحوت. اللهم صل عليك يا نبي، اللهم صل على النبي. قمر نايم يا أخوتي قمر. كح كح واجلي صدرك من سماهم. إيه ده؟ إيه ده؟ أنت بتعملي إيه هنا؟ ما بخر يا أختي، يمكن ربنا يفك كربه. اطلعي بره بره، اطلعي بره. ايه ده؟ ايه ده؟ وايه اللي حصل؟ لمار؟ ايوه يا حبيبي لمار، قاعد هنا على الكرسي من ليله امبارح. فكان ربنا تابع عليك من الشرب، عدت الديها وتشرب لحد ما وقعت. شرب؟ 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 شرب ايه ده؟ شرب ايه؟ انا اعرف يا اخويا؟ شرب؟ خلاص بقى قوم بقى كده بقى وفوق وغير هدومك، عوض عروستك ليله امبارح. ليله امبارح؟ اعوض ليله؟ متأكدين لك كانت ليلة امبارح ولا ولا؟ لا لا متأكدين انها كانت ليلة امبارح، مش ولا خالص. مش ولا؟ هي ولا ده ايه؟ انا مش فاهمة حاجة. ولا؟ ولا ده ايه؟ ده ايه اصلا؟ بقول لك ايه بقى؟ انت تقومي تاخدي شاور كده وتغيري هدومك واديكي اطمنتي عليه بقى زي الفل. يا حبيبتي يلا يلا يا حبيبتي، انا كمان عاملة لك لقمة ترم عظمك بيها. انا فعلا محتاجة اخد شاور عشان الحق اغير الفستان قبل ما يجي حد يشوفني بيه. وانت يا حبيبي مش عايز تعمل شاور كمان؟ لا اعمل طبعا، لازم اعمل. ايوه كلنا هنعمل شاور. وانت كمان لازم تعمل شاور. كلنا لازم. تعالي يا حبيبتي تعالي، اتفضلي للشاور. انا وراك اهو. اتفضلي يا حبيبتي. انا وراك. انت رايح فين؟ انت ايه اللي انت عملته امبارح ده؟ فضحتنا. عملت ايه؟ يعني انت مش فاكر انت عملت ايه؟ ده انت قعدت ترقص وتشرب. انا ارقص واشرب؟ انت امال انا؟ وبعدين ايه بقى الحركه اللي انت بتعملها دي؟ ما فهمتهاش الحركه. طب وهي هي هي كانت قاعده مولعه وبتغلي وبتطلع شياط. وبعدين يعني بصراحه كان ليها حق، اصل انت اكيد في الاخر ورقصت مع حته مزتين. انما ايه؟ ايوه بالنبي بجد الله العظيم الاثنين مع بعض. ايوه. وفين هما دلوقتي؟ انت فين ولا في ايه دلوقتي؟ ما تشوف المصيبه اللي انت فيها دي. الموزس فين؟ طيب جامدين قوي. يا بس خلاص تبنا الى الله. استرها علينا يا رب. يا دي الفضايح، عايزه تقول عليك ايه؟ كنت خايف من الدخله ولما يجوا اهلها نقول لهم ايه؟ كتبوخم على البيت. بصراحه شكلك بقى وحش قوي. اجيب البخور يا هوانم. هوانم ايه يا بنت انت دي؟ تحترمي نفسك. هوانم ايه؟ ها
عارفه كده؟ معقول يا ربي؟ بقى ده بقى اللي قلبك عليا من امبارح؟ عايز تفهمني انك مش واخد بالك؟ خد بالي من ايه؟ اكتفينا دي زي اختي، وبعدين اذا كنت اهتميت بيها شويه فده عشان خاطر عمر مش اكتر. بس هي مش باصه للموضوع كده. بصله ازاي ان شاء الله؟ انت ما شفتش وشها اتغير ازاي اول ما عرفت اننا اتجوزنا؟ دي اختفت من الفرح كله، ولما ظهرت ما كانتش طايقه تتكلم معاك كلمتين على بعض. لا انت الظاهر جرى لمخك حاجه. بالعكس انا لسه في كامل قوايا العقليه، بس يوم ما تلعب معايا لعبه زي دي هتشوف جنان اصلي عمرك ما شفته قبل كده. مش فاهم ايه لازمته كل ده؟ هي كانت قدامي قبلك، ما لو كنت عايزه اتجوزها كنت اتجوزتها، كان ايه اللي هيمنعني يعني؟ يمكن ظروفك اللي اتلخبطت فجأة. تعايرين يا صفوة؟ أنا مقصودش طبعاً، كلمة وطلعت غلط. غلط بقى ولا صح، مهم إنها طلعت. غازي صدقني أنا ما كنتش أقصد. عايز أقولك على حاجة واحدة، أنا حبيتك بجد، ده اللي خلاني أستناكي وأنت مع غيري، أفضل وراك لغاية ما تنسيه، ده اللي خلاني أحارب عشان نتجوز في عز ما كنت مزنوق وظروفي صعبة، قبلت على نفسي حاجات ما كانش ينفع إن أنا أقبلها. تهيألي اللي يعمل كل ده عشان خاطر واحدة صعب أوي إن يبص لغيرها. غازي يخرب عقلك، ده أنا صدقتك يا راجل. ما لو ما صدقتنيش ما بقاش غازي. يا ابن لذينة طول عمرك معلم يا غازي، عامل زي الحقيقة، تلبد وتستخبى وتروح مغير جلدك وفجأة تروح طالع وهوب، ساعتها ما حدش بيسلم من سمك. ادينا بناكل عيش يا دكتور. بمناسبة العيش صحيح، أخبار العيش بتاعنا إيه؟ هانت، التخطيط اللي في دماغي وصل لآخر نقطة وهتشوف نتيجة ما كنتش تحلم بيها. شوقتني. في ايه يا مرتضى؟ داخل هاجم كده. طيب اجي لحضرتك وقت تاني. لا لا خليك يا دكتور، انا كده كده عندي مرور. طيب اوكي، انا هخلص لك موضوع الاجازه ان شاء الله. حياتك بقى ما تنسى، انت عارف انا عريس جديد. لا طم، عن اذنكم. مع السلامه يا دكتور. تعالى. الراجل بتاع المشكلة إياها وصل بره ودخلته العيادة؟ من غير أي بيانات وقاعد مستني. تمام، امشي بسرعة شوية، شهلي، حطي الحاجة هنا. حطي جنبك. أيوة حطي هنا، حطي. هات هات. أيوة كده، يلا ألف هنا وشفا. كل يا حبيبي، كل الجمبري حلو، وشوربة السيفو دي هترد لك العظم. يلا. لو ايه يخليك تنور في الليالي السودة. تحب اقشره لك يا حبيبي؟ احسن القشر يعورك وانت مش ناقص. انا متهيألي ان شاء الله لما تروحوا السفرية دي بتاعت شهر العسل اللي هتروحوها في الجزيرة دي، ان شاء الله بإذن الله مودكم هيتغير خالص، وربنا يا فيكوا شر حسد اذا حسد. انت عارفة هتركبوا عجل كمان. لما تركبوا عجل بقى الدم يجري في العروق، ونزلت البحر بقى ايه منعشه، تخلي الواحد جسمه يبقى فريش كده خالص، تغير بقى ايه بقى الشمس تدخل تفتح المسام، تفتح المسام بقى، كل واحد حديد عوده صلب حديد. يا عم في ايه؟ مصيبه بقى لا تطلع برد، ونقضيها كام كامه، ونكش كده على بعضنا، ونرجع وظهرنا محني. كل يا حبيبي، كل كل. الو، ايوه انا مين؟ لحظه، اشتري الجمبري كله. ايوه. لا هتهرب ليه يعني؟ ههرب من ايه؟ لا طبعا. ايوه
حاضر حاضر ماشي حاضر، كمان ساعتين بالظبط هكون جاهز. بتكلم مين يا عمر؟ ها؟ مش قلتلك ادي اول دفعة نستلمها؟ امسك. وانا ان شاء الله نصيبي هيكون كام بقى؟ عيب يا بت، النص بالنص 50-50. انا حرامي اه بس مش نصاب، واحب الحق يروح لاصحابه. مش مطمنة لك يا خلوصي. يا نهار ابيض، هنا هتزعلينا يا برازرز، واجيب الواد فلانك معايا يزعل كمان. ما انت جربتيني قبل كده يا بت، عمري كلت عرقك؟ كتير. طب اديكي قلتيها اهو، عيب بقى. يا خلوص انا نفسي احج من الخرابه دي بقى. يا بت هتقبي وتلم القشطه على الوش وكمان تعمليها سندوتش، بس انت ركزي مع ام يعني. عارف يا خلوص انا نفسي في ايه؟ نفسك في ايه يا اختي؟ نفسي ابص لروحي بقى، اشيل كلخ الايام وانحل وسخت البشر واشب برجلي لفوق واطول كل حاجه نفسي فيها. الله، صدقها بت جسم اشعر. هيحصل هيحصل، والنهارده اللي هناخده ده لدفعه اولى، وكمان هكبره يمضي الدفعه الثانيه. النهارده؟ طب آه. طب ازاي؟ قلت لي ازاي؟ فولو مي. اتس اوكي. يعني ايه سايبني في يوم الصباحيه؟ مش كفايه ليله امبارح يا عمر؟ انت قلت لك بقى، قلت لك الجماعه بتوع شركه السياحه كلموني يعني يا دوب لازم اروح عشان الحق الحجز. ولو بابا جه وجاب معاه حد من اهلي وسالوني عن هقول لهم ايه يا عمر؟ البيت اللي بقى ايه يا حبيبتي؟ ايه يا حبيبتي؟ الله، تصدقتي كلامه عن الجمبري ولا ايه؟ اللي حصل امبارح ده يعني بقى شويه تعب كده ظرف يعني، انما مش هيتكرر تاني ابدا. بس عندنا بقى ما بيفهموش انا والحاجات دي. هقول لهم ايه؟ وانا قلت لك يا عمر. عارف يا ماما، عارف ما انت قلت لي يا ماما، وفي ما تصلي على النبي. ان شاء الله ان شاء الله الليله دي هتبقى ليله العمر، وهحضر لك فيها شويه مفاجآت. ما بلاش المفاجآت، اصل ما بحبهاش وبقيت بتشائم منها. لا 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 لا، دي مفاجآت تانية خالص خالص. المهم انا ايه، همشي ومش هتأخر، مش هتأخر. عايز ارجع عليكي جاهزة. سخني كده وجيت ريدي. احبك. انا بحبك يا عمر. دمنا الى الله. لازم اروح اديله فلوس. وبعدين المشكله كده ما تحلتش. طب اعمل ايه؟ اتصرف ازاي يعني؟ ما ينفعش ابلغ عنها، وما ينفعش اسيبهم يهددوني، وما ينفعش كمان ما اديهمش الفلوس. البت دي لازم نوصل لاصلها، ملهاش حل تاني. مرجان بيحاول هو ومراته ورجالته، بس مش عارفين يوصلوا لحاجه. كنت ناوي تروح لوحدك. ايه ده؟ ايه ده؟ هتيجي معايا؟ طبعا لا. ليه؟ علشان لازم حد فينا يستنى عشان لو حصل لك حاجه اقدر اتصرف. اصيل يا عمر، الاصاله دي حاجه في دمي. طبعا ابتدائي متشكر. بدعي لك، الضع ده حاجه في دمي. انا هروح بقى، ولو حصل حاجه هبقى اطلبك في التليفون. بس اقول لك ايه، امن عليك ما تجيبش سيرتي. اصيل اصيل ما بتهزرش يعني. عمر عمي. ايه يا اصيل، قررت تيجي معايا؟ هتعمل ايه مع البنت التانية؟ هعمل ايه يعني؟ خايف اكلمها طبعا. لا لا، بقول يعني لغيها. لغيها، يمكن محتاجة طقم حنية. لا 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 لا،